مساء الخير والسعادة على حضراتكم. نبتدي معاكم حلقتنا النهاردة بخبر بيتكلم عن المسابقة الخاصة ب 30 ألف معلم. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيستعرض تقرير بهذا الشأن، واطمأن رئيس الوزراء على سير مراحل المسابقة، وكمان هذه المسابقة هتضمن تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والعدالة وأيضا تكافؤ الفرص، وبشكل يحقق اختيار الأكفأ ما بين المتقدمين في هذه المسابقة، لأنه أعتقد العدد المتقدم أكبر كمان بكتير من العدد المطلوب، فأكيد هيكون في آليات خاصة لتنفيذ هذه المسابقة هنتعرف عليها أكتر، خاصة أنه يعني التعليم والمعلم كمان في العملية التعليمية هو الركن الأساسي لضمان جودة هذه العملية التعليمية. مشددا كمان رئيس الوزراء يعني بنفسه على مسألة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأيضا الحكومة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجميع من المعلمين، وعليه بنشوف هذا النوع من المسابقات. هنعرف أكتر التفاصيل عن هذا الموضوع، بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. مساء الخير على حضرتك. احنا بنتكلم في تقريبا 150 ألف متقدم لهذه المسابقة، عايزين نعرف من حضرتك ايه هي آليات تنفيذ اختيار المعلمين في المسابقة، واحنا كنا بنتكلم على انه المعلم هو ركن أساسي في جودة العملية التعليمية، فايه هي آليات الاختيار وآليات التنفيذ في المسابقة؟ دكتور صالح حضرتك معانا؟ طيب احنا هنرجع نحاول نعاود الاتصال بدكتور صالح نتكلم اكتر بالتفصيل عن المسابقه الخاصه ب 30 ألف معلم. والحقيقه انه النوع ده من المسابقات مهم جدا علشان نقف على احتياجات العمليه التعليميه وخصوصا قبل الجميع، لانه الاهتمام بالمراحل الاولى في التعليم شيء مهم جدا جدا، ويمكن احنا بنشوف هذه التجربه على الدفعه اللي دلوقتي رايحه خمسه ابتدائي، ويعني بنشوف تطوير في نوع التعليم المقدم قدم ليهم، حتى ان احنا كنا كمان يعني عندنا اخبار عن مساله انه ماده الرياضيات وماده العلوم هتقدم باللغه الانجليزيه في المدارس، وده هيطبق على الدفعه اللي رايحه سنه خمسه ابتدائي من ساعه ما يبقوا في اولى اعدادي، يعني احنا عندنا سنتين تقريبا للتجهيز لهذا الشأن. وأهمية ده إيه ومدى تقبل الناس ليه كأولياء أمور، وإزاي يتم كمان تأهيل المعلمين، لأنه ده شيء مهم جدا إنه المعلمين كمان يكونوا مؤهلين بشكل كبير على مسألة التطوير قبل ما يتعاملوا مع الأطفال ويعني التلاميذ داخل المدارس. فمسألة يعني التطوير اللي بيتم في قطاع التعليم مسألة غاية في الأهمية الحقيقة، والوقوف على احتياجات القطاع الخاص بالتعليم شيء غاية في الأهمية، والدولة الحقيقة عاملة فيه جهود كبيرة جدا، يعني يبقى بس مسألة إنه الناس يعني تتعود على النظم الجديدة، لأنه طبيعي زي أي يعني شيء التغيير فيه ما بيبقاش سهل، وخصوصا بقى مسألة التعليم جوه كل البيوت المصرية، يعني وده شيء صحي جدا جدا وشيء إيجابي جدا إن احنا نهتم بتعليم ولادنا، لكن كمان مهم وتعلمنا في أزمة كورونا إنه نتعامل مع كل ما هو جديد، يعني مسألة التعليم عن بعد وقد إيه كنا كلنا متخوفين من هذه التجربة، لكن اضطرينا لها جميعا على كل الأصعدة، مش بس حتى في التعليم حتى في الشغل، إنه اتعلمنا أونلاين. فكانت التجربة الحقيقة يعني أعتقد إنها أثبتت نجاحها بشكل كبير، وحتى لو كان عندنا نوع من التخوف منها، لكن مع كمان جهود وزارة الاتصالات الحقيقة مشكورة عدت هذه التجربة بنجاح، وبقينا حتى مع عودة المدارس ممكن الناس تستكمل تعليمها بهذا الشكل.